أما حكمها فهو سنة مؤكدة على القادر. من القادر؟ اللي عنده باش يشري. من قدر أن يضحي ولم يضحي فقد عصى أبا القاسم، أي ليس واجبا، إنما هو سنة مؤكدة. ما معنى مؤكدة؟ أي أكد عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى الحبيب صلى الله عليه بكبشين أقرنين أملحين يمشيان في سواد ويأكلان في سواد وينظران في سواد، فسمى الله وقال اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فنحره ثم عمد إلى الكبش الثاني ثم قال بسم الله اللهم هذا منك وإليك، ثم قال اللهم هذا عن فقراء أمتي ومن لم يضحي من فقراء أمتي إلى يوم القيامة، أي أشرك جميع فقراء الأمة الذين لا يجدون المال لشراء الأضحية للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. أيما فقير إلى يوم القيامة من أمة رسول الله يحصل على أجر الأضحية كل يوم عاشر ذي الحجة من كل عام إذا عاش، إذا لم يجد ما يضحي به. فالأجر ثابت والنسك واقع، لأن النبي إمامنا وقائدنا وشفيعنا قام بذلك نيابة عن الفقراء صلى الله عليه وسلم. أما الغير قادر فليس مكلفا أبدا بأن يضحي بكرامته ودينه من أجل اللحم، فالأضحية ليست لحما لينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. القصد هو التقوى، تعظيم الله بالنسك. إذا صارت الأضحية لحما نتباهى في شراء السمين من الخرفان، ونتباهى، وتصبح أيام العيد هي أيام للحديث عن شحال خرجت من كيلو. هذا العيد أصبح عياذا بالله منافسة في اللحوم، أي غاب عنه المقصد الشرعي الذي هو الطاعة وتعظيم الله والتضحية بكل شيء في سبيل الله. فإذا صار عياذا بالله مسألة الأضحية هي دما ولحما وكبشا نتهافت لشرائه، تقول أود الله يجزيك ما عندك شنتين الله يرحم لك الوالدين، علاش غادي تضحي؟ أقول لك أودي الجيران راهم يجروا الخروف وراهم يديروا كذا، واش أنا نقابلاش؟ واحد يقول لك واش خلوني الوليدات؟ إوا إذا ماشي سيدي ربي هذو الوليدات. الوليدات إذا قلت لهم أنا ما عنديش زعما وعلمتهم من صغرهم أننا ما عندناش وعلمتهم على ذاك الشيء، زعما واش بغا يكون؟ ما عندناش أنا فقير، واش الفقر عيب؟ واش الفقر عيب؟ هو ابتلاء. كيقول سيدي ربي سبحانه عز وجل وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، ليست إهانة أن يقدر الله عليك الرزق، ليست إهانة، هي ابتلاء في الحالتين معا، يبتليك بالمال لينظر كيف تصنع تشكر أم تكفر، يبتليك بالفقر أتصبر أم تجزع. أنت الآن في كل الحالات أنت مبتلى، أنت ممتحن من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن ولت هذه هي الجيران هم شروا وأنا ما شريتش، الوليدات، وقول اللي بغيت تقول، وتقول الله يرحم لك الوالدين، كتصلي ولا ما تصليش؟ قالك ما نصليش. الصلاة واش ما يقول فيها الشرع؟ من أركان الإسلام، هي أول ما يحاسب عليها العبد، ما تصليش. والكبش غادي تجيني موراه، راه الكبش غير سنة للقادر عليه. إلا كان غير الأجر، الأجر راه ثابت. إلا الأجر راه ثابت. يو أنت ما تصليش وما تأديش الفرائض. هذا انحراف، فرم الدعاة باش يعلموا الناس، الجوامع خاوية، ما كاينش اللي يعلم الناس، تهضر معاه برا ما يسمعلكش، يقول لك واش تخربق عليا أنت عندك باش تشري اللحم وتاكل وتشرب وتمتع أنت أولادك، أش هاد الشيء هذا؟ ولذلك فإن أبا بكر وعمر لما كانا خليفتين كل في زمانه اتفقا على ألا يضحيا، علاش؟ حتى لا يتحرج فقراء المسلمين، وحتى لا يعتقد المسلمون أن الأضحية واجب عندهم، ما يضحيش. أنا تمنيت اللي عنده وحده الفقير ما يضحيش، يقولوا أنا الأول، أنا أضحي بشهوتي وأضحي بميلي إلى شيء يبغيه الوليدات، نتركه لمن طاعة لله وباش الفقراء يعرفوا بإلا راحنا كيف كيف، ليس زهدا في الإتيان بالسنة المؤكدة.
ولكن حتى يعطي المثال والقدوة للمسلمين، وحتى لا يعتقد المسلمون أنها فريضة فيتقاتلون من أجل شراء العيد. فلما كان ذلك كذلك وأصبح العيد زين لحما ينبغي أن يشترى، وادخل المرة يقول لك شوف جارك راه كاين اللي طلق مرته، كاين اللي قتل مرته، أنا المسألة هذه خذ نهار تاع الرحمة وتاع التضحية ولينا نضحيو باش أبو المرأة أبو كذا، تقول لك أنت واش هذا هو العيد اللي جبت داوش واحد الشيء كبير كيوقع. واسمو يسرى فتلي واسمو يسرى يضطر المسكين لكي يبيع أثاث البيت. كاين اللي خرج التلفزيون قاعد تشوف الأسواق، كاين اللي خرج الفريجيدة، كاين اللي خرج الزربية ويبيعها بأبخس الأثمان لتوفير لحم ما تعيش يذبحوا ولا ما يذبحوش. وهذوك الناس يستغلوا السوق ويعطيوا أثمنة رخيصة لأن السيد مضطر خصو يجيب الكبش ويغبنوا عباد الله في الأثمنة. هذا شوية الأخر اسمه يدير اسمه يدير يمشي يسلف على الناس، يسلف على الناس، يسلف لي باش يشري، يحمل نفسه ما لا يحتمل، الله لم يحمل كذلك، ويبقى الدين سبة في وجهه، هم بالليل وذل بالنهار. كاين اللي ماشي يسلف من الناس، يسلف من البنكة، وماشي يسلف من البنكة، يسلف البنكة اللي لانتيريس وكتدخل المدن تاع البلاد اللي هي مسلمة وفيها بعض اللافتات تقوم بالإشهار لما يسمى بقروض لشراء الكبش باش تبقى انت يا نعم سيدي 14 الشهر وانت تخلص في هذا الكريدي، يعني يخلط عليك العام الجاي وتبقى فيك زوج تريتات نتاع العيد الكبير الفايت باش تمشي عاودك تسلف وتزيد 14 الشهر باش يبقى فيك العام الجاي 6 شهور نعم سيدي نتاع العيد الفايت ونتاع الفايت، وهكذا حتى ترهن نفسك عياذا بالله. وانت تقوم بالقرض الربوي، والربا هو معصية تحارب فيها الله من أكبر الكبائر. درهم واحد من ربا أشد من 36 زنية، أقلها أن يزني الرجل بأمه في صحن المكة كما قال رسول الله. ويمشي يديرها باش يدير سنة، كدير كبيرة تحارب فيها الله باش تدير سنة. ما الذي حملك على ذلك يا أخي؟ ما الذي حملك؟ ذهب رونق العيد، ذهبت معالمه، ذهبت حقائقه، جهل الناس بأمور الدين، وأصبح الناس عياذا بالله يخبطون خبط عشواء. الجهل الجهل مصيبة. احنا كنقولوا للفقير وش مرضيتش انت ان شاء الله تبارك وتعالى بجي مرضيتش مالك مرضيتش ولا باش زعما النهار ما تعيدش؟ والفقراء يخصم يضحيوا شوية بالأنانية نتاعهم ورضوا بهالوضعية ويتكافلوا مع الناس ويتعفوا وراه الأجر كاين. فنتعاون بذلك حتى تمر هذه الأيام في أجواء تعبدية، نتقرب جميعا إلى الله ولا نفسد رونق هذه الأيام بهذه التصرفات المشينة التي تمحق الخير عند أبناء المسلمين. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى على وعلم.